موعظة في ذكر الموت. عندما أصيب سلمان بالمرض الذي مات فيه كنت أعوده كثيرا، إلا أن مرضه كان قد اشتد حتى تيقن سلمان بقرب موته، فالتفت إلي في يوم وقال: يا أصباغ، قد عهد رسول الله إلي أن يا سلمان إذا قرب أجلك حدثك أحد الموتى، وأنا أريد الآن أن أعرف هل قرب أجلي أو لا. فقال الأصبغ: ماذا تأمر يا أخي سلمان؟ فقال: أحضر لي تابوتا وضع فيه ما يوضع للميت، والمنمي فيه، وليحمله أربعة أشخاص إلى المقبرة. فقلت حبا وكراما، فأحضرت بعدها ما طلبه مني، وأحضرت أربعة أشخاص ليحملوه إلى المقبرة. ولما وضعوه على الأرض قال: وجهني إلى القبلة. ثم قال بصوت عال: السلام عليكم يا أهل عرصة البلاء، السلام عليكم يا من خفيتم على أهل الدنيا فلم يسمع جوابا. فقال ثانية: السلام عليكم يا من ذقتم الموت، السلام عليكم يا من سكنتم التراب، السلام عليكم يا من رأيتم نتيجة أعمالكم الدنيوية، السلام عليكم يا من ثويتم بانتظار نفخة الصور. أقسم عليكم بالله الكريم والرسول الأكرم أن تجيبوني، أنا سلمان الفارسي العبد المعتق من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد قال لي: يا سلمان، عندما يقترب أجلك سيكلمك أحد الموتى، وأريد أن أعلم هل قرب أجلي أم لا. وما أن سكت سلمان حتى هتف ميت من قبره: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يا أهل البناء والفناء، يا أيها اللاهون بكسب الدنيا، قد سمعنا كلامك وقد تهيأنا للإجابة، فاسأل ما شئ، شملك الله برحمته. فقال سلمان: يا من تتكلم بعد موتك، ويا من تتحسر على ضياع الفرصة، هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار؟ فأجاب: يا سلمان، أنا من الذين أنعم الله عليهم وأعطاهم الجنة برحمته. فقال سلمان: يا عبد الله، صف لي الموتى وكيف وجدت، وماذا رأيت منه، وأي شيء واجهته بعده؟ فقال: اهدأ يا سلمان، والله إن تقطيعي بالسكين إربا أسهل علي من عذاب الموت. اعلم أني كنت في الدنيا من الذين ألهمهم الله حب الخير،
ويعملون به ويجيبون داعي الحق، وكنت أقرأ القرآن وأسعى في الإحسان لوالدي، وأجتنب الحرام والظلم، وكنت منشغل الليل ونهاري في طلب الرزق الحلال، وقد مرضت في ألذ ساعات حياتي، ومكثت عدة أيام على سرير المرض قبل أن أقضي نحبي. وبعدها ظهر لي شخص ضخم ذو وجه كريه، فأشار إلى عيني فعميتا، وأشار إلى أذني فصمتا، وأشار إلى لساني فانعقا، فلم أعد أرى شيئا أو أسمع، فشرع أهل بيتي بالبكاء، ووصل الخبر للأقارب، فسألت ذلك الشخص: من أنت حتى أشغلتني عن أهلي وأولادي وأموالي وشغلتني بنفسك؟ فقال: أنا ملك الموت، جئت لنقلك من الدنيا إلى منزل الآخرة، قد انتهى عمرك وحل أجلك. وفي ذلك الحين حضرني شخصان لم أر نظيرا لهما في الجمال، فجلس أحدهما إلى يميني والآخر إلى شمالي، فالتفتا إلي وقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، قد جئناك لقائمة أعمالك، خذها وانظر ما فيها. فقلت: ما هذه القائمة التي لا بد أن أراها؟ فقالا: نحن ملكان كنا معك في الدنيا، وكتبنا ما كان لصالحك وما كان يضرك. فنظرت إلى أعمال الحسنة التي في يد الرقيب، وفرحت لدى رؤيتي أعمال الصالحة وتبسمت، ثم نظرت إلى أعمال السيئة في يد العتيد فتأسفت وبكيت. فقالا لي: أبشر فإنك في خير. فجاء عزرائيل إلي وشرع بإخراج روحي من جسدي، وكان عندما ينزع روحي كأني أقع من السماء على الأرض، فوصلت روحي إلى صدري.